ها في النقطة دي يا كابتن طارق، يعني وفقا لكلام الكابتن عصام، هل صلاح محسن بالتالي يستحق فرصة من البدايات؟ هون حتى هذه اللحظة صلاح محسن بيشترك كبديل معظم المباريات، يعني هل يستحق في ظل غياب أو تقهقر مستوى حسين الشحات، طاهر ما قدمش المردود الكامل، رأيك؟ شوف كابتن، معضلة كبيرة جدا جدا في تشكيلة النادي الأهلي، بتبقى صعبة على أي مدير فني لما بيوصل، خاصة الأجانب لما بيوصلوا التشكيلة. أنا يمكن يعني أبرر لعصام ليه هو دايما متمسك بالتشكيلة الرئيسية، خاصة في تحقيق النتائج الإيجابية وكمان القيام بالأدوار التكتيكية. تاني حاجة، مش شرط اللعيبة الجيدة إنها تبدأ بالمباراة، لازم اختزل مجموعه من اللاعبين ان هم يستطيعوا ان هم يعملوا الفارق في الشوط الثاني. وده يمكن اللي حصل في نهضه بركان، زي ما قال عصام، التغييرات التكتيكيه بعد القراءه والمفاجاه لفريق نهضه بركان اللي عملها في الشوط الاولاني، اللي اظهر الوضع اللي مش جيد بالنسبه للجماهير للنادي الاهلي. هنا يبان قدرات المدرب في التغييرات في الشوط الثاني، تغيير الامور لصالحه، والتركيبة بتتغير بشكل كبير خاصة في التغييرات التكتيكية ونزول كل التغييرات اللي قام بها موسيماني. فأعتقد يعني كمان بالنسبة للعيبة الأطراف اللي هو بيتكلم عليهم عصام، خاصة الظاهرين، غياب معلول ما فيش شك يعني أثر بشكل كبير جدا على النواحي الهجومية في الفترات اللي غاب فيها. بمجرد تواجده في مباراة نهضة بركان عطى اللاعبين ثقة كبيرة جدا حتى عن طريق البناء. ارجع كده بالتاريخ مشاركات معلول، هتلاقي معظم البناء الهجمات هتلاقيه عن طريقه، معظم الاسيستات للفيرود لاين عن طريقه. فاللاعب هو لعيب مؤثر بشكل كبير جدا. محمد هاني برضو من الناس اللي هي خدت فرصة كبيرة جدا جدا وليه مستقبل كبير جدا في الحته ديت، لكن محتاج ان في المنطقه ديت تقل اكتر من كده، وده ما فيش شك طبعا. بالنسبه لمحسن، صلاح محسن، انا صلاح دربته من اللعيبه الجيده جدا تكتيكيا، ويمكن انا دربته في انبي قبل ما ينتقل للنادي الاهلي. الولد اصلا التوظيف الرئيسي بتاعه سترايكر، راس حربه نموذجي، بيوجد اللعب في المناطق دي بشكل كويس جدا، وهو بيلعب الدور الثاني كمرونه تكتيكيه ان هو بيلعب في الاطراف. صحيح، يعني بيأدي دي، لكن دوره الرئيسي هو. طب انا عاوز اقول لك حاجه، انا برضه لما مسكت وادي دجله، شريف اصلا طرف، محمد شريف اصلا طرف شمال، ويوجد فيها تكتيكيا. وكابتن حلمي طولان اللي عمله فيرويد، ما هو كابتن حلمي طولان لان ليه اسلوب بيعتمد عليه بشكل كويس جدا فنجحه، وهي الهجمات المرتده وبيحتاج فيها السرعات. لكن انا بقول لك ان شريف وصلاح توظيفهم واحد سترايكر، الاثنين متوظفين عكس بعض، عكس الوظيفه الرئيسيه. صلاح محسن اصلا سترايكر، وسترايكر جيد جدا، اكتسب خبرات، وذات الاهداف بيجيبها من موقع السترايكر بالظبط كده. لا كمان عنده لمسه جيده جدا جدا في التعامل في منطقه المناورات، يعني يعرف يتخلص من المدافع. يعني لو انت كوتش تلعب صلاح محسن سترايكر ومحمد شريف طرف. وحتى لما بحب ان انا اعمل يعني تدعيم هجومي، ممكن استغل شريف ان هو يلعب على الاطراف لو عندي قصور في الاطراف، زي ما بيقول عصام. ممكن ادعم بيه بشكل كويس لانه هيقوم بالدور ده بشكل كويس جدا. اذا عندهم الاثنين مرونه تكتيكيه بتساعد المدرب ان هو يقدر يستغلهم بشكل كويس في اطار طريقه اللعب او الخطه هو اللي واضحها. في الشك طبعا ال 45 دقيقه الاولى كانت مفاجاه النادي الاهلي، وخدت وقت كبير جدا جدا عبال ما موسيماني تدخل. لان شفنا فرق كبير جدا في الشوط الثاني، وعمل الفرق النادي الاهلي بشكل كويس. صحيح، لما ابتدى ياخد المعلومات من مدير الفني موسيماني، استغلال الكرات الارضيه القصيره. ويمكن عجبني انا التصريح لموسيماني قبل المباراه، قال المباراه السوبر 50% لنهضه بركان و50% للنادي الاهلي قبل المباراه، وده برضو يعني برضو بيدي لقراءه لان فريق نهضه بركان ممكن يحدث المفاجاه. لان المباراه اللي دي مباراه واحده، ممكن لو نهضه بركان استطاع ان هو يصل بهدف يعمل مشكله، كان هيعمل مشكله.